اكيد اكيد ان لو تم قطع العلاقات المرحله اللي بعد كده ممكن يحصل حرب بين الجيش المصري والجيش الاسرائيلي، واسرائيل مش عايز تفتح الجبهه المصريه. بس انا عاوز اوريك ان ده موقف رسمي يا جماعه، احنا بلاش نتكلم على حاجات بعيده، انا بتكلم حركه على تصريح رسمي وموقف رسمي كشفه اكسيس. واكسيس قال ان وزير الخارجيه المصري استاذ سامح شكري كان موجود في واشنطن وقال نفس الكلام، قال تهجير الفلسطينيين لسيناء ده ضد القانون الدولي ومصر مش هتسمح بيه، مش هتسمح بيه خلاص. فالموضوع ده في منتهى الخطوره، وانا ما اعرفش عندي يعني امل كده او عندي يعني ثقه ان الحرب دي مش هتستمر شهرين ثلاثه، ما اعتقدش. اسرائيل بعدد القتلى ده ما ينفعش تكمل كده، وما ينفعش امريكا تسكت على عدد الضحايا اللي وصلوا والشهداء اللي وصلوا 17700. على فكره اسرائيل قتلت 15000 في شمال قطاع غزه، دلوقتي في كام يوم وهي بتعمل في جنوب قطاع غزه قتلت 17700. فالموضوع ده خطير.